الحاجه كنشكر لي جور على هاد المجهودات اللي كيديروا في ظل الاوضاع اللي كلشي كيعرفها. يعني واحد المجهودات اللي كيديروا اللعابه وكذلك الستاف تكنيك ولا الستاف ميديكال، يعني الناس اللي كيتقاتلوا باش يحاولوا يخلوا الفريق في القسمتين الاول. هنيئا على الثروه بوان هادي، نتمنوا من الله المقابلات الجايه نحققوا فيها نفس الاهداف ونحققوا فيها كذلك انتصارات. يعني كنديروا واحد المجهودات اللي كبيره وكبيره بزاف في الظروف اللي كاينه، وكما كتعرف اغلبيه اللاعبين يعني كينتميوا لفريق الامل ما عندهمش خبره كبيره في القسمتين الاول، ولكن نتمنوا من الله ان شاء الله باش نخرجوا من هاد الظروف هذه في اقرب وقت ان شاء الله. طبيعه الحال شوف اي رباح كيخلي كيفتح لك افاق اخرى، وكي كيكون المورال عند اللعابه، وكيكون الاجواء ديال التدريب كتكون كدوز في اجواء مزيانه. ونتمنوا والله باش نستغلوا هذا الانتصار هذا لباقي المباريات ان شاء الله، باش حتى ينحقوا فيها نتائج ايجابيه سيرتو في هذا الشطر الاول من البطوله، باش ان شاء الله ننتقلوا الشطر الثاني ونكونوا مرتاحين شويه، باش كما قلتي ما نكونوش في مؤخرة الترتيب ونعانيو في آخر الموسم. بكل صراحة لا بكل صراحة كما كتعرف حنا راه الجميع كيعرف هذا الموسم هذا يعني جد صعب بالنسبة لفريق شباب محمدية، بالنسبة للترسانة اللي بالنسبة للمجموعة اللي عندنا كما كاملة شابة، والأهداف ديالنا هو باش ما نكونوش في مخير الترتيب وباش ما نزلوش قسمتين الثاني بكل صدق. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.